ونتحدث عن شخص فتح عينيه وهو لا يزال ابن العاشرة من عمره على رفوف مكتبة والده مقلبا صفحات أوراقها الصفراء متأملا ما خط فوقها من أفكار دفعته بعد أعوام أن يستدعي المزيد منها ليتحول إلى قارئ نهم للروايات العربية والعالمية ومجاميع الشعر العربي والعراقي، ليتوقف أمام الريل وحمد فاتحا من جديد عينيه لما جاء فيها من صور الشعر المدهشة. نتحدث عن الشاعر لبيد هاني، شاعر بدأ حياته مع الشعر، يقول أن علاقته بالشعر أكبر من علاقته بالماء. غادر العراق مباشرة بعد الاحتلال عام 2003 وحصل على ألقاب عديدة منها شاعر الغربة والشاعر الأنيق. تحدث في مقطع فيديو قبل أيام على صفحته الخاصة على الفيسبوك، لنشاهد عن ماذا تحدث. تحياتي، أتمنى لكم كل السعادة والمحبة. انتظروني في عيد الفطر المبارك إن شاء الله بعمل جديد، بقصيدة جديدة راح تكون مفاجأة، أتمنى أن تنال إعجابكم. تحياتي لبيد هاني. واضح ربما إذا نتحدث عن الشاعر الشاب الشاعر العراقي لبيد هاني، هو معنا الآن عبر الهاتف. أهلا بك لبيد، كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير أستاذ، مساء الخير عليكم. مساء النور، أتمنى تكونون بخير. يمكن يعني بهاي المناسبة، هي ليست مناسبة سعيدة بالقدر الكافي، إنما هي مناسبة حزينة جدا. نقدم مواساتنا وأحر تعازينا إلى ذوي الشهداء في بغداد وكافة العراق. يعني بالرغم أنه هذه الأيام المباركة استهدفها الأشرار، ولكن نحاول زرع الأمل في نفوس الآخرين بكل الأحوال. لبيد أهلا بك، يعني يسرنا أن نلتقي بك مرة أخرى اليوم. إحنا سرقنا الفيديو اللي أنت نزلته، واللي قلت راح تكون هناك مفاجأة طبعا حول ربما يعني عمل جديد، لا نعرف هي قصيدة شعرية أم هي قصيدة مغنات لمطرب معين. تقدر تبوح لنا شو هاي المفاجأة كانت؟ بالحقيقة أستاذ ناطق، هي كانت المفروض أكو أعمال غنائية لمجموعة من المطربين العراقيين وعرب، وأيضا كان المفروض هناك قصيدة جديدة، قصيدة عاطفية، كان المفروض أن تنزل اليوم، لكن تزامنا مع الأحداث اللي صارت في بغداد وفي العراق اضطرينا نأجلها، وممكن أن راح تكون باشر أو بعد باشر راح تنزل، لكن مع ذلك لأن أعطينا وعد فاستبدلناها بقصيدة أخرى وطنية. زين، أول شيء يعني قبل ما نروح للقصيدة الوطنية، نقدر نسمع من هذه اللي أنت أجلت شوية موعدها؟ والله بصراحة يعني أتمنى ما أقرأها، يعني صعب الوضع أن نقرأ هي قصيدة عاطفية وقصيدة في أجواء يعني. زين، هي مغنات راح تكون لمطرب؟ لا هي راح تكون قصيدة بصوتي، قصيدة بصوتي يعني قصيدة عاطفية كانت المفروض بصوتي. راح ولكن للظرف اللي نعيشه أنت غيرت. نعم، لسوء الظرف، للحزن السائد الآن في العراق في الوطن العربي اضطرينا نأجلها، استبدلناها، لكن يعني حتى نكون عدو عدنا استبدلناها بأغنية وطنية لحنها وغناها صديق الفنان النجم العراقي هادي الرحال، اللي هي نزلت اليوم الصبح. قصيدة تحدثت عن ما حدث في بغداد وما حدث في العراق، ليس حصرا عن شهداء. احنا قبل ما نسمع هذه القصيدة يعني نسألك، لازم يعني الحقيقة أولا يعني احنا نريد نعرف انه الشاعر هل هو يعني دائما يواكب الأحداث الاجتماعية اللي تصيب البلد؟ يعني كيف يمكن للشاعر أن يكون متماشي مع الأحداث بهذه الظروف؟ طبعاً أستاذ ناطق، مثل ما تعرف الشاعر لازم يكون متماشي مع كل الظروف اللي عايش بها، سواء كانت أمنية أو سياسية أو اقتصادية، يعني لازم، لأن الشاعر هو بالنتيجة لسان حال الناس، فلازم أنت تكون متعايش مع الناس بكل ظروفهم السيئة والسعيدة. متى ما يكون الظرف سعيد، متى ما يكون الظرف آمن، أنت لازم تكون مع الناس في هذا الجو. متى ما يكون الظرف حزين، أنت لازم تكون تواسي الناس وتكون معهم. لكن مع ذلك يجب يعني الالتزام بمهمة زرع الأمل، زرع التفاؤل للناس. إحنا دائما نقول العراق قد يمرض لكن لا يموت. ما فعله الظلاميين، ما فعله الإرهابيين، هو من 13 سنة لحد الآن، لكن ما زال العراق، ما زالت بغداد مستمرة، ما زال يعني إحنا نقول الحياة على العموم، يعني الحياة ماشية، الحياة سعيدة رغم كل هذا الحزن السائد بالعراق.
لكن ان شاء الله يا رب مرحله تخلص مثل ما خلصت كل المراحل اللي قبلها. يعني لبيد ان شاء الله بغداد باقي. نعم، كل شخص مبدع بكل المجالات يتاثر بناس يعني نجوم بهذا الاختصاص. انتم في الشعر، انت تحديدا منو تحس هو الاقرب لك من الشعراء الكبار؟ هل تخطو خطواته المماثله بمسيرتك الشعريه؟ من هو يعني؟ والله احنا انا قلت في اكثر من لقاء سابق انه احنا يعني نتاثر بالعمل وليس بالشاعر، لانه ليس هناك شاعر اجمل من شاعر بقدر ما قصيده اجمل من قصيده وعمل اجمل من عمل. لكن انا ما قلت في اكثر مكان انه هناك تاثير ب لكن لا ينقلني لخانة أن أكون مقلد، هو التأثير بالأستاذ المناضل الكبير الشاعر مظفر النواب. اللي هو شاعر النواب يعني بيأسنة. الحزن. نعم. يعني نقدر نقول الحزن هو الطاغي بالقصائد. ليس يعني هو عاطفة فقط. ولا وجداني؟ لا لا، هو ليس، بالعكس يعني الأستاذ النواب كتب أجمل القصائد وأجمل أغاني العاطفية في العراق، واللي صارت رمز للعاطفة العراقية. وإحنا يمكن أنا قلت شارك في تربيتنا من خلال مواقفه، من خلال قصائده، ليس بالحزن فقط، بالعكس في أسوأ المراحل اللي مرت بالعراق الأستاذ النواب الله يعطيه الصحة كان يكتب للأمل، كان يكتب لمواصلة الحياة، كان يكتب لمواصلة المواقف. وهذا ديدلنا بصراحة لحد الآن، يعني إحنا نتمنى أن نواصل رغم كل اللي يصير، إحنا نحاول نقول إحنا باقين وإحنا موجودين، وما أعرف شنو أقول لك بصراحة، يمكن يعني الواقع أكبر بصراحة. وال يعني لبيد الفنانين اللي راح تتعامل وياهم مستقبلا، هل هناك اسماء يعني عربيه؟ هل هناك اسماء ونجوم عراقيين؟ نعم، اكو كثير من الاعمال، يعني هسه ان شاء الله احنا يعني باكر او بعد باكر بس ان شاء الله نخلص من 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 هاي ازمه الحجر، راح تنزل اغاني جديده لقاسم السلطان النجم العراقي، او بديتين اغاني جديده للملحن علي بدر، للنجم العراقي حسام رسام، لكثير من المطربين، لنجم العراقي محمد الفارس ايضا انتهى من تصوير كليب جديد كلماتي، واعمال جديده، اعمال كثيره بصراحه. كان المفروض تنزل اليوم لكن مثل ما قلت لك اللي صار شويه منعنا. زين، يعني لبيد حصه القصائد الوطنيه ايش قد تاخذ من مجمل اعمالك؟ يعني ايش قد نسبتها تقريبا انت متماشي مع الاحداث؟ والله يا استاذ ناطق، يمكن انا اكثر شاعر على كتب للوطن قصائد واغاني يعني من 2003 لحد الان. وكتبت للغربه، وكتبت للوطن، وكتبت للوجدان، يعني معروفه القصائد كلها وموجوده، وتاخذ حقيقه تاخذ نسبه كبيره من كل اعمال اللي الفنيه اللي نزلت. يعني تعرف انت الوطن هو الملهم الاول والقضيه الاولى خصوصا العراق، يعني باحداث كثيره ومؤلمه. لا هو يعني المواطن العراقي بتعامله مع العراق يختلف عن اي مواطن اخر في العالم وفي اي بلد عربي. مثل ما تعرف ان العراق ملهم اول للشاعر، لابن نعم. الشاعر يعني. طيب لبيد راح اترك لك الوقت الان، خلينا نسمع قصيده تتغنى بالوطن بالاحداث المؤسفه اللي تصيب سواء بالكراده، بالفلوجه، بالموصل، بكل المناطق، يا ريت نسمع. انا راح اسمعك ابيات من الاغنيه اللي نزلت اليوم اللي لحنها وغناها الاستاذ هادي الرحات. واتمنى يا رب يعني اكون قد وفيت به ان شاء الله. تفضل. نعم، القصيده تقول: الناس المنطيك احلى سنين، ابشرك صبحه ومذبوحين، ما تشبع من الموت انت يا وطن، شلون وبعدي يا وطن، الخانوك اخوانك والماتوا من كل الوانك، واللي باسم الديني حكمك ابشرك اول واحد خانك، من ضيمك يا وطن اشكيلك، يا وطن اسمع راح احكيلك، ذول سياد الزمن الاسود ما بيهم واحد يوفيلك، عروسه وماتت قبل الزفت، ويبسد ديك خدود الترفه، وطفل ينادي يدور امه ويبكي ويرجف مثل السعفه، بسك تحرق ببيوت اهلك والغربه بنارك تتدفى، مو كافي الام المجروحه سنينه من ضيمك مذبوحه، تحلم يطلع ابنها الاول تالي يموت وتطلع روحه، كافي شقد انطينا اعمار، انطينا شباب انطينا صغار، كاف نصيح فدوة ونصبر، شي يصير أكثر من نصار، من ضيمك يا وطن اشكيلك، يا وطن اسمع راح احكيلك،
ذول سياد الزمن الأسود ما بيهم واحد يوفي لك. جميل جميل ورائع يعني لبيد. الحقيقة حتى احنا سكتنا نريد نسمع أكثر، كان عاشت يعني أفكارك شهادة منك استاذ ناصر. الكلمات يعني الكرادة حدث أيضا هز المجتمع العراقي ككل. الكرادة يا استاذ ناطق احنا قلنا يمكن من البارح لما الكرادة روح بغداد. يعني احنا اي انفجار في اي شبر من ارض العراق هو هو انفجار يصير بقلوبنا بصراحة، يصير بصدورنا يعني يأذينا هنا غصة يعني. هو كل الشباب لبيت كليتنا كنا نروح للكرادة يعني نسهر هناك. هي المنطقة يعني واحد من اهم المتنفسات في بغداد، واحد من اهم المتنفسات في بغداد مثل ما تعرف. نعم. المكان والتوقيت هو اللي أذانا اكثر شيء بصراحة، موضوع يعني جدا محزن. نعم. لكن مع ذلك نتمنى يا رب رغما عن انوف كل الظلامين والارهابيين هناك عيد ان شاء الله. ان شاء الله كل الارواح اللي طلعت هي طلعت الى الجنة مباشرة ان شاء الله. وان شاء الله يا ربي يعني ان شاء الله يعني نلتقي نلتقي دائما على خير. الشاعر الشاب العراقي لبيد هاني شكرا لهذه المشاركة، وان شاء الله نلتقي في اعمال مبدعة لك. كل عام وانت بخير.